يقول السائل: أحيانا أدعو بعض إخواني إلى طعام فأقول لهم بالله عليكم أن تأتوا، ثم يحلفونهم أيضا ويقولون لا نستطيع، إذا لم يأتوا فهل تلزمني كفارة؟ أي نعم، تلزم كفارة. لكن الشيخ تقي الدين يقول: إذا حلف أنك تجلس في هذا أو تأكل من هذا فلا يلزم كفارة، لأنه قصده الإكرام، وقد أكرمه بقوله اجلس هنا ولا كل من هذا، حصل الإكرام ولا حاجة إلى الكفارة. نعم، الجمهور لا، يقولون إذا خالف اليمين عليه كفارة. نعم.